السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لكم يا شباب على تهنئتكم لي على دخولي 100,000، شكرا من القلب، كذا القلب مدري كبد. تعرفين أي واحد مر موقف محرج سواء مكان عام أو مكان خاص أو مع أهله، فكلمت المتابعين وقلت لهم ارسلوا لي قصصكم أو مواقفكم على الخاص. الآن بنشوف قصصكم المحرجة، نفتحها مع بعض، بس إن شاء الله أنه ما يكون أحد كذب يعني يسلك لنا وإحنا نسلك له. قبل ما أبدأ مواقفكم ببدأ بموقفي اللي صار لي في بث مباشر بالإنستغرام قبل يومين. في وقت حفلة 100,000 أهدوني الشباب هدايا، وما كنت يعني أبغى أفتحها بنفس المقطع، قلت بفتحها بإنستغرام بث كانت عندي، وفتحت الهدايا في البث وليتني ما فتحتها لأن صراحة الحرشت، والله جد انحرجت. يعني تخيل الموقف ذا معايا، شوفوا المقطع وبعدها نكمل. بسم الله. اوف اوف والله عطر الليل والله يا ما في شيء تحت كيس. اما مره حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. امزح. يفوز والله يفوز. هلا ابو العطر ابو العطر. شكرا يا عيال. اللي بعده طبعا هذا صح، شوفوا مع بعض ان شاء الله انه ما يكون مقلب. ما ادري ترى في مجموعه يعني كيسين، ايه في كيسين، هذا الثالث والرابع فتحناه. طيب انا ما ابغى اكل المقلب الحالي، لازم تكونوا انتم معاي اذا كان في مقلب. لا ما اضمن العيال قد مقلبوني في وسط الحفله، فما ينفع ناكل مقلب واحنا مسوي بث. اوف اوف يا عيال لهالدرجه يعني ريحتي خايسه. لهالدرجة يا عيال يعطي خايسة؟ ما في شيء؟ ما في إلا كريمات وعطور؟ ياكلوا بالعيال يبغوا يصرحوني بالموضوع ذا من زمان، بس ما جابوها إلا لي بالحفلة. ليش يا عيال كذا؟ ليش؟ ليش إحراج يا أخي؟ عطور كثير كذا قدام متابعين ما ينفع، والله من كثر عطور تجيك هدايا يحسسون انك وسخ. يلا بسم الله نفتح الثاني. انا راح اتروش واجيكم. كذا انا قلت ان هدايا كذا حلوه وغراها، ما في الا قوه تعطوه. يا ولدي ابني يمسكوا حركه، كمان بودره فيها، انا ارجع اشوفه بودره. العيال حسسوني مرة وسخ بعفن ريحتي يا رجل، والله عيب يمين بالله عيب. تفتح بث وما نعرف ايش انتظروني وخشي الهدايا الحلوة واخرتها كلها عطور يحسسون انك وسخ. اخر هدية بيطلع عطر اروح اسرع العيال. زي ما انتم شايفين الموقف صراحة جدا احرجني، يعني انا توقعت هدايا غير العطورات وغير الكريمات، بس ما شاء الله تبارك الله العيال من كثر ما يحبون النظافة اهدوني عطور واهدوني الكريمات هذه، وانا انحرجت والله صار. خلاص اللي صار صار، وهذا موقفي المحرج اللي صار لي قبل يومين. ما شاء الله تبارك الله، اول شيء شكرا على تفاعلكم بالانستغرام، صراحة الرسائل جدا كثيرة،
فأباخذ بعض القصص وبعدها نشوف إذا السلسلة إن شاء الله عجبتكم نسوي لنا مقطع ثاني وناخذ تكملة القصص. نبدأ بأول واحد. السلام عليكم، أنا قصي من جدة. مرة كنت رايح السوق مع أهلي وأنا إنسان ما أحب أروح أسواق لأني دائما أجيب العيد. المهم مرة رايح مع الوالدة، هي دخلت المحل قبلي وهو كبير، يعني المحل مرة كبير. يوم أنا جيت دخلت المحل رحت بست راس أمي، تطلع ما هي أمي. يعني اللي راح باسها طلعت ما هي أمه، طلعت بنت ما أعرفها. والله ذاك اليوم تمنيت لا ترشقت بلعلي. صراحة هذا الموقف أنا مريت فيه قبل وأنا صغير، كنت رايح مع أهلي كانوا يشترون، والمهم ما أدري كيف الوالدة راحت من عندي وكانت في حرمة جنبي وأنا أحسبها أمي. قلت لها يا أمي أبغى هذاك بشتري، قالت يا ولدي أنا ماني أمك، مسكت راسي. والله ما عرفت إيش أقول على طول رحت. واحد يقول السلام عليكم، اسمي ريان من الطائف. موقفي المحرج جدا أكيد صار لناس كثير. كنت في أحد المولات مع الأهل وكنت بدخل المحل ساعات، كان المحل فيه ناس كثير وقزاز المحل كان مو واضح، وجيت بخش للمحل وصقعت في القزاز. يا الله يا الموقف ده والله مرة محرج. يعني تخيل انت كده بتخش محل وراسك يسقع بالقزاز. يقول والناس تطالع فيني وتضحك واهلي يضحكون، الله يحط احد مكاني، الله يعينك. يعني صراحة الموقف ذا هو وموقف الام، يعني هذه الاشياء اللي تتكرر دائما للناس. هذا واحد اسمه ابراهيم من المدينة يقول قصة وما فيها اني كنت متمشكل مع اخوي وطلعت برا البيت، لما رجعت غرفتي كانت لمباتها طافية وانا وراي نادي ومستعجل وباخذ الشورت من الدولاب، الا في احد نايم جنب الدولاب على الارض. جاء في بالي انه اخوه الصغير اللي هو متمشكل معاه، واشوت رجله واقول له ابعد سيقانك الطويله. والله والسيقان تتحرك بشويش ولا تكلم. انا استغربت ايش فيه، اخوي في العاده يقوم يسبسب فيه. المهم توني طلعت من الغرفه اخوي في وجهي، اقول له كيف جيت هنا؟ أطالع في الغرفة وأفتح النور إلا الوالد يطالع فيه ومتفاجئ. يا الله شردت من البيت، والله الوالد ولا تكلم ولا شيء. بعدين رجعت اعتذرت منه وحبحب راسه. حلو أنك رجعت واعتذرت من أبوك. هذه واحدة اسمها عزة من جدة تقول أنا قد مرة كنت رايح الزواج متكشخة، طبعا المكيفات مطفية في الزواج، وأنا مسوية مكياج وقاعدة أسلم على الناس، وفجأة طالع في المرايا كل المكياج زايع. تقول كني الجوكر. وقاعد أجري أبغى أروح الحمام أبغى أصلع المكياج، وطحت في الحمام والفستان كله موية. تقول الفستان كله مويه وربي كان يوم اسود. والله يهليك صراحه على موقف ذا. ايش الاحراج؟ انا بعرف انت كملتي زواج ولا لسه طلعتي؟ والله بس قصه كاي. صراحه قصتها تموت. يعني لا مكياج ولا فستان اللي سلم. واحده تقول تخيل مره كنت واقفه بشارع وشفت سيارة أبويا، المهم قلت إيه هي متأكدة، رحت وركبت وعادي، بس السيارة دي ريحتها حلوة بزيادة وأنا أقول الله غريب أبوي يتغير يعني. المهم وافتح المكيف وعادي وضعي، إلا شوي يجي واحد داخل السيارة، يعني كانت السيارة فاضية وهي تحسبها سيارة أبوها، ولا شوي يجي واحد ويدخل السيارة، انا على بالي بيخطفني، جلست اصارخ بصوت عالي. هو المسكين شرد على باله مو سيارته وغلطان، الا الاقي ابوي يتصل يقول وينك؟ انا قدام المكان الفلاني من اليوم انتظر. على ما نزلت من السيارة ذاك رجع، يعني هي نزلت من السيارة ذاك رجع صاحب السيارة. مفروض اعتذر على الشيء اللي صار بس مشيت، لكن والله كل ما افتكر كيف صرخت واقول
يا ناس تعالوا لحقوني. يا رجل والله لو مر علي الموقف ذا يمكن ابلغ انا نقول واحد بتخطفني. تقول والله مرة نفسي اعتذر منه المسكين، هذا ممكن احرج موقف قد صار لي. والله اهنيك على الموقف ذا. هذا اسمه سلطان الجهني من أملج، يقول عندي موقف محرج صار لي قبل تقريبا سنة، اللي هو اختي نزلت السوبر ماركت وطولت علي، نزلت ادورها حصلتها وصقعتها قفا من ورا ولفتت علي وطلعت ماي اختي. يقول والله وخويك حط رجله. اخوي عامر ارسم الخطر الله يفضل. طيب يا شباب شكرا على مواقفكم المحرجة، ربي يسعدكم. كثر القصص في بعضها طويلة غالها دقيقة عشان اشرحها لكم. ان شاء الله اذا عجبكم المقطع نسوي سلسلة وننزل مقطع ثاني. طبعا انا مواقفي كثيرة من غير البث، بس ان شاء الله اللي حذكرها لكم بالمقاطع الجاية. هذا نهاية المقطع، لا تنسون اللايك وسبسكرايب. هذا حسابي بالانستغرام، تعالوا وضيفوني واكتبوا مواقفكم عشان ننزلها بالمقطع الجاي. وهذا سنابي، تعالوا على سنابي اكتبوا لي تحت بالكومنت اكثر موقف محرج. سيوليتا.